صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ المراد بالصلاة معروف، الصلاة عليهم الدعاء لهم، الصلاة عليهم الدعاء لهم، صلي عليهم أي ادعو لهم. وأما آل محمد فالمراد بهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الآل يطلق ويراد به الأتباع، أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون، فآل محمد في هذا في الصلاة يدخل فيها جميع أتباعه عليه الصلاة والسلام. أما في الزكاة آل محمد فالمراد بهم قرابته من بني هاشم، لا تحل لهم الزكاة. نعم.